السلام عليكم متابعي قناة استمع للأعزاء. عالم الحيوان مليء بالأسرار والغرائب، ومهما أنتجنا من مقالات نتطرق فيها إلى عجائبه وغرائبه فيبقى المجال واسعا وخصبا للتحدث عن المزيد. فالحيوانات يا أصدقائي تقودها غريزتها الفطرية للقيام بأشياء أحيانا تكون بعيدة كل البعد عن العادات البشرية، وأحيانا أخرى تجعلك تظن أنها تتعدى القوة البشرية الفكرية. في فيديو اليوم سنحلل فصلا جديدا من فصول حياة الأسود في البرية، وسنتابع معا صراعات الأسود والجواميس، القوة والهيبة ضد القطيع. لكن وقبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى نتمكن من تقديم المزيد لكم إن شاء الله. في البرية لا توجد جمارك ولا حكومة ولا ديوان وطني، ولكن الحيوانات تعي جيدا حدودها الجغرافية ومناطقها الخاصة بها. والأسود هو أحد الحيوانات المتغطرسة والمتكبرة، فلا يحب أبدا أن يتعدى أحد على أراضيه أو ممتلكاته، وهو بدوره يحب التعدي على أراضي الحيوانات الأخرى خصوصا الضعيفة منها. لكن للأسد حكاية متنوعة مع الجواميس تشبه إلى حد ما قصص كليلة ودمنة. في إحدى المرات وفي موسم التزاوج شوهد أسد وهو يبحث عن لبؤة لكي يتزاوج معها، وخلال بحثه هذا لمح لبؤة تجلس مترامية على حدود أراضي الجواميس. في تلك اللحظة انطفأ عقل الأسد وأصبحت الشهوة تقود بصيرته، وبالفعل انطلق مسرعا نحو اللبؤة ودون أي مقدمات قرر أن يباشر في التزاوج على حدود أراضي الجواميس وأمام الملأ. هنالك انتبهت الجواميس أن أحد المنحرفين يقوم بالفاحشة بالقرب من أراضيها، وسبحان الله اقتربت الجواميس رويدا رويدا منهما حتى تتأكد من الوضع. وبعد أن تم التأكيد قرر القطيع كله أن يهجم عليها ويطردها من على الحدود. يا له من مشهد عندما تشاهد الأسد هاربا وخائفا من الجواميس الغاضبة هكذا، وتستغرب من الكم الهائل الذي يتلقاه الأسد من الإهانة من طرف الجواميس. يجعلك الأمر تفكر، بالتأكيد هنالك تاريخ حافل من الصراعات والمعارك بين الجواميس والأسود. الجاموس حيوان ضخم وسمين مثل ما تلاحظون يا أصدقاء، وهذه الحيوانات التي تتغذى على الحشائش هي بالضبط النوع المفضل لدى الأسود، خاصة إذا كانت سمينة وكبيرة مثل هذا الجاموس هنا. لكن تبقى المشكلة مثل ما تشاهدون في عملية الاصطياد والظفر بالغنيمة. للأسف الشديد لا تمتلك الأسود سجلا حافلا في معاركها مع الجواميس، ففي غالب الحال تنهزم أو تستسلم أو تهرب خائفة من هول الموقف. لذلك نشاهد أن الأسود أصبحت تختار فريستها بعناية أكثر، فهي تحاول الانقضاض والسيطرة على صغار الجواميس ظنا منها بذلك أن الأمر سيكون أسهل بكثير مما كان عليه. لكنها لا تعلم أنها زادت الأمر سوءا على سوء، لأن الجواميس لن تترك صغارها بين ظفري الأسد، بل على العكس تماما. هذا الأمر لن يزيد سوى من غضبها وهيجانها، فهذه الأسود المتغطرسة أبدا لن تظفر بهاته الصغار مهما حاولت جاهدة فعل ذلك. ولكن ما لا تعلمونه يا أعزائي هو أن الأسود تعمل بمقولة كل ممنوع مرغوب، ولذلك ترى أن لحم الجاموس يكون ألذ بكثير إذا كان اصطياده شبه مستحيل، لأنه ما ظفرت الأسود بجاموس على طاولة الفطور إلا مرات قليلة، وهذا شيء صراحة يدعو للإحباط. فلا عجب أن نشاهد الأسود لا تتوقف أبدا عن محاولاتها اليائسة في اصطياد أحد الجواميس سواء أكانت صغيرة أم كبيرة. وهيهات هيهات، القوة وحدها لا تكفي يا عزيزتي الأسود، فالرقم هو الصعب دوما، لأن الجواميس حتى وإن لم تكن سريعة لكنها قطيع ثابت وكتلة واحدة لا تتجزأ. إياك أن تنخدع يا صديقي بهذا المشهد هنا. هذا الجاموس المحاط بعدد من الأسود يبدو أنه هالك لا محالة، لكن الجواميس لا تبتعد كثيرا عن قطيعها، فالمساعدة قد أتت بسرعة من أحد أفراد القطيع. ربما قد بدأ أن الجاموس قد ضل عن قطيعه، لكن الأمر ليس بتلك البساطة أبدا. وفي الأخير عزاؤنا الوحيد للأسود
هو أبيات الإمام الشافعي رضي الله عنه حين قال: لا تأسفن على غدر الزمان فطالما رقصت على جثث الأسود الكلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.